آمين وأنتم بألف خير. في إطار فعاليات مهرجان ليالي رمضان الفنية نلتقي وإياكم اليوم في إطار هذا الحفل الفني الأدبي التكريمي الذي نتوخى من خلاله أن نفتح أواصر التواصل معكم جميعا. تحية طيبة للحضور الكريم. في البداية أود أن أتقدم بالشكر لكل من فنانة تشكيلية فاطمة الحميدي جمعية برج الإطلاق للتربيه والتصوير المسرح المجهودات الكبيرة التي بذلوها في سبيل إنجاح هذا المهرجان. سلام الله عليكم جميعا أيها الحضور الكريم. مما لا شك فيه أن الإنسان لا يكون كائنا اجتماعيا إلا بقدر ما يخلقه من فرص للتواصل البيني، فرص الأخذ والعطاء، وكذا فرص يتقاسم من خلالها المشترك بين الناس. لأن مدينة قريطرة كانت دائما ولادة للفن، ولادة للثقافة، ولادة للرياضيين، وكان افتخار أهل مدينة قريطرة بولادة الكثير من المثقفين والفنانين والرياضيين عندما كانت تلعب دار الشباب مدينة قريطرة والتي كانت دائما في المقدمة. تحية فنية بحضوركم المتميز لتدعم دائما ما هو جاد وهادف. دائما أقول أن الكتابة هي متنفس كل متقل، ولكن عندما تضيق بي أحمل قلمي وأخط كلماتي بحروف صادقة. الشاعرة جميلة المعزاوي وصورة للذكرى. وإلى أين أنت مسرع؟ وقبل أن أسمع جوابا رن هاتف عاليا. بلغ عدد الأغاني التي ساهم بها أكثر من 300 أغنية تستحق التصفيق. منها ما تم تحفيظه لدى وزارة الثقافة ومنها لا زال قيد الاشتغال. هو مبدع روائي الأغنية الجبلية أو العيطة الجبلية لأكثر من 380 أغنية. لله يا شيخ لقبيلة هي كواتينا. ومع الأستاذ الأندلسي عبد الملك رائد الأغنية الجبلية. دابا ما فيها باش تقدم شي جمال وخذ اخويا هاد اللوحه حبيب كان ما بغيتش نخلي البصمات ديالي فيها. تقدم وسلمها هي ما تسلمها الثقافه هي من انجاز الفنانه التشكيليه فاطمه الحميدي. هي مهداه كذكرى ومنها السوحينه من هاد اللوحه السوحينه الشعار ديال مهرجان ليالي رمضان الفنيه في نسخته الاولى. سلام الله عليكم جميعا الحضور الكريم. سلام محبتي وسلام، سلام امتنان واعتزاز وفخر بهذه اللحظة الجميلة. أولا كنبغي نشكر الحضور الكريم، كنشكر الجهة المنظمة اللي هي مديرية الثقافة بالقنيطرة في شخص أستاذ جمال ومن خلال الأستاذ سنور
لكي يدعموا هذه التظاهرات اللي حنايا كنا ولا زلنا في تعطش. الملحون هو بخير في مدينة القنيطرة، يجي الخلاف، يجيو أشياء أخرى من بعد، الحمد لله ترسخات الطريق. قبل ركاب تتوالى في العقود الجواهر. ورفيق دربي غالي، دائما اقولها وارددها في حركات المعطلين، الاستاذه الفنانه غريب والسي حمزه، من فنانه مسرحيه ومن الاخ حمزه عضو هيئه المبدعين. شكرا استاذ علي. ياك بغيتي تقول شي كلمه مقصده تقدر تشد العمر طول شويه. شكرا على كل هذه الحفاوه التي حظينا بها في مدينه قنيطره.